عشان كده ضربة البداية المهمة مع حضراتكم دائما مقالي ومقالي، خلصت فيه كل الكلام. الكلام ده يا جماعة ممكن ينطبق على النادي الأهلي، ويمكن في حالتنا النهاردة ينطبق على رئيسه الكابتن محمود الخطيب. كيف جلس على النهر وكيف جاء له النهر بمن عاداه. خلي بالك الحكم القضائي اللي خده الكابتن محمود الخطيب، والحقيقة الجهد الكبير اللي بذله الأستاذ محمد عثمان محامي النابه، واللي كان مطمئنا ان الحقوق ستأتي الى اصحابها بعد التجاوزات الغير مسبوقة في حق رمز من رموز الرياضة المصرية ورمز من رموز النادي الأهلي في رئيسه الكابتن محمود الخطيب، والإهانات التي والافتراءات التي لحقت به، فجلس على النهر صامتا ولكن أخذ بالأسباب، فيأتيه القانون بكل ما يعوضه ويثبت أنه كان على حق في السياسة اللي انتهجها، السياسة المؤدبة الصبورة اللي بتلجأ للشرعية. سيأتيك القانون مفيش عداوة في الرياضة، ولكن الحقيقة لما تكون أنت بتتجاوز وبهذا الشكل الحقيقة يعني ممكن تصل إلى العداوة. طيب الكلام ده يعني الحقيقة يحطنا قدام ثلاث أربع نقاط مهمين. النقطة الأولى لا تخص الكابتن محمود الخطيب بالظبط، تخص الطرف الآخر وأي طرف آخر بيستسهل التجاوز ويستسهل قلة الأدب ويستسهل الخوض في سمعة الناس وبيستسهل الإساءة للشرفاء، ظنا منه بأنه الترفع يعني الضعف أو يعني التجاهل أو يعني التفريط في الحقوق. لا يدرك هذا المتجاوز بهذا الانفلات أنه الخوض في السمعة وفي الأعراض وفي قيمة الناس وفي مكانة الشرفاء يعرضوا مباشرة تحت طائلة القانون، وعليه أن يتحمل وزره. ببساطة عليه أن يتحمل وزره، وكل نفس بما كسبت رهينة، لأنه الناس تابعت كل التجاوزات وشافت كل الإساءات وانتظرت كلمة الحق. كلمة الحق والقضاء العادل الشامخ الحقيقة كشفت لنا كمان بجانب جزاء هذا الانفلات قيمة الصمت، قيمة الترفع، وقيمة الإصرار على أخذ الحقوق بالطرق القانونية السليمة بمنتهى الاحترام والتقدير. وده بيعكس الحقيقة ثقة بالنفس. أنت بتتصرف كده رغم المرارة ورغم الظروف القاسية جدا، واللي كانت بتستثمر مثل هذه التصرفات في اتجاهات متعددة، وكلنا عارفين مين اللي كان بيطلع يستثمر، بيأجر هذه الألسنة. مش عايز أقول كده، لكن عايز أقول بيستفيد من هذا التجاوز عشان يوظفه بطريقته في اللي اعتاد عليها في التجاوز في حقوق الناس، وتصور وقتها ان ده انتصار. يعني لما تشوف اللحظه اللي احنا فيها، اين هؤلاء واين الكابتن الخطيب، اين هؤلاء واين النادي الاهلي، اين هؤلاء واين اصحاب الحقوق، تجد ان الحقيقه الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. صحيح. اين الحق واين الباطل؟ أين الاحترام وأين التجاوز؟ أين التمسك بالقيم والأخلاق والقانون؟ وأين الانفلات والتطاول والإساءات وأصحابها؟ شوفوا فين؟ شوفوا المقارنة فين عشان الشباب وكل الناس اللي بتتابع تقدر تدرك معنى قيمة الاحترام، معنى قيمة الترفع. هو الاحترام والترفع ليس ضعفا طبعا، هو ده النقطة، هو ده الإصرار على منتهى القوة بالظبط، إنك تبقى واثق في نفسك وفي حقك إلى درجة قول كمان صحيح. ما يهمنيش، لاني عارف انت جاي لي جاي لي، والانصاف جاي لي جاي لي. فالنهارده الحقيقه اسبوع من الانتصارات المتتاليه، يعني الحكم اللي خده الاستاذ محمد عثمان لصالح الكابتن محمود الخطيب فيما تم من اساءات اليه من شخص، هو خلينا نقول منطوق الحكم الحقيقه. لانه ده منطوق حكم قضائي، قضت الدائرة الثالثة جنايات بالمحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار عمرو عبد القادر إسماعيل بتأييد حكم محكمة الجنح بحبس وتغريم المدعو
جهاد محمد نصر الدين الغزالي وشهرته جهاد الغزالي بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة. وكان جهاد الغزالي قاد حملة تشهير وإساءات لرئيس النادي الأهلي ومجلس إدارته. طالت الذمم والأعراض والإساءة لأسرة الكابتن محمود الخطيب بالاتهامات الباطلة والأكاذيب مدفوعا من آخرين. وهنا أنا قصدت فكرة الألسنة المأجورة، ومدعيا أنه عضو بالنادي الأهلي على خلاف الحقيقة. ورفض رئيس الأهلي الرد على إساءات الغزالي والتي لاقت استياء الرأي العام لأن جميعها ينافي الواقع، وآثر الصمت والحصول على حقه ومجلس الإدارة بالطرق الشرعية. وكلف محمد عثمان المستشار القانوني للنادي باتخاذ الإجراءات القانونية، وأقام رئيس مجلس إدارة الأهلي في الدعوة رقم 970 لسنة 2019 جنح اقتصادية، وأقام خالد مرتجي وجوهر نبيل ومهند مجدي أعضاء مجلس إدارة الأهلي الدعوة رقم 979 لسنة 2019 جنح اقتصادية. وكانت محكمة أول درجة قضت حضوريا بحبس المذكور 3 أشهر مع الشغل والنفاذ وتغريمه 35,000 جنيه وإلزامه بدفع 20,000 جنيه تعويضا مؤقتا وأتعاب المحاماة. وبجلسات المحاكمة تقدم المذكور بأوراق وشهادات مرضية مدعيا مرضه وتلقيه العلاج بالخارج، وطلب من المحكمة استعمال الرأفة. وبجلسة 14 مارس 2021 رفضت المحكمة استعمال الرأفة لأسباب صحية وكتب كده رفضت المحكمة دفاعه ودفوعه وقضت بتأييد حكم المحكمة أول درجة مع الاكتفاء بحبسه شهرا مع النفاذ مع الشغل والنفاذ. وتقدم دفاع رئيس الأهلي ومجلس الإدارة للنائب العام اليوم بالطلب رقم 11393 عرائض المكتب الفني لإدراج المحكوم عليه على قوائم منع السفر وترقب الوصول لتنفيذ حكم الحبس. شوف أنا ليه قلت لك بظروف الصحية؟ هو طلب يعني الرأفة في تخفيف الحكم، مش لأن ما حصلش كده أو لأنه صاحب حق فيما قال، ولكن لظروفه الصحية. ظروف الصحية خلت الثلاث أشهر شهر، ولكن باقي الأحكام وأسبابها ظلت زي ما هي. النهاردة احنا على المستوى الإنساني نتمنى الشفاء لكل مريض، لكن أيضا على المستوى الإنساني نتمنى من كل إنسان أنه يتقي الله فيما يقوله عن الآخرين، لأن هذا أمر بشع حقيقة يعني. فالقضاء النهاردة ينتصر إلى الفضيلة، ينتصر إلى الحقوق، ينتصر إلى الحقيقة، وربنا بقى يحاسب كل واحد بعد كده على ما اقترفه. وخلي بالك الحكم 3 أجزاء، مدة 3 أشهر بقت شهر مع الشغل والنفاذ، 35,000 جنيه و20,000 جنيه غرامة وتعويض مؤقت. غرامة وتعويض مؤقت يعني ايه؟ يفتح الباب لحق لطلب تعويض صاحب الحق بقى يقدر حجم الأضرار ويطلب التعويض المادي اللي هو شايفه. ممكن تصل إلى ملايين في بعض الأحيان. النهاردة احنا بننحني لهذا الحكم الذي يطمئن كل إنسان شريف صاحب حق ألا تبتئس. وبنقول للناس خلي بالنا شوية، لأن بخلاف الأحكام الوضعية حكم الله سبحانه وتعالى هيكون أخطر بكتير من كده. ده الإنصاف وده العدل.